السلام عليكم ورحمة الله، صباحكم مبارك سعيد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نعرضوا لكم جلابة ديال الشعر حر أصفر ملكي لأحد الزبائن بدولة فرنسا. مرحبا، خليكم معنا. وراء هذه هي جلابة ديال الشعر حر أصفر ملكي. إذن هاي جلابة ديال سي أحمد من دولة فرنسا. احنا عموما كنحاولوا نحافظوا على الخصوصية ديال كل الزبائن ديالنا، ولكن سي أحمد جزاه الله خير اقترح علينا أننا نذكروا الاسم دياله والدولة فين مقيم إن شاء الله بحول الله. مرحبا. إذن هذا هو الموديل اللي طلب سي أحمد، تبارك الله، جا رائع بسفيفة ديال المرمى كما العادة. أتمنى يكون كل شيء واضح قبلتكم، سفيفة عريضة والخريطات القدام بالموديل اللي كيستعملوا الملك ان شاء الله بحول الله. اذا التفات من دوبلين كما العاده، سفيفه رقيقه هنايا في القب في الكميمات. خلاص، الثوب غني عن التعريف، ثوب الشعره حره اللي كيتكون من الصوف والحرير ان شاء الله بحول الله. سي احمد، بصحتكم وراحتكم وتبارك الله عليكم ونهاركم مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمه الله.